يكون الإنسان يقطع الأمل. ليش رسول الله يعلمنا هاي التعليمات العظيمة في ليالي رمضان؟ هالليلة أنا رجائي كل المؤمنين والمؤمنات يعملون بصلاة هذه الليلة صلاتين. الصلاة الأولى تأخذ تقريبا نصف ساعة وقت أو أكثر، الصلاة الثانية تأخذ 5 دقائق. اللي يتمكن يصليهم اثنينهم رحم الله والديه، إذا واحد ما يقدر قليل يصلي الصلاة سهلة. الصلاة اللي شوية تأخذ وقت أكثر 6 ركعات، كل ركعتين بتشهد وسلام، كل ركعة بعد الحمد 10 مرات آية الكرسي، 10 مرات قل هو الله أحد، 10 مرات سورة الكوثر، 6 ركعات، هاي تقريبا نص ساعة تأخذ وقت. ومن صلى هذه الصلاة بعد الصلاة 100 مرة اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد، من صلىها لا يقوم من مقامه إلا وقد غفر الله له. في صلاة ثانية، هذه عن رسول الله، صلاة ليلة الجمعة، هذه الصلاة الثانية 5 دقائق تأخذ وقت، أو على الكثير أقل من 10 دقائق. صلوا هاي الصلاة الثانية ركعتين، تصلي أصلي ركعتين صلاة هذه الليلة، كل ركعة بعد الحمد 15 مرة تقرأ سورة الزلزلة، إذا زلزلت الأرض زلزالها، 15 مرة احسب بأصابعك، وذول اللي في حال الصلاة يحسبون بأصابعهم، هاي الأصابع يطلع من عندها نور يوم القيامة كما في الرواية، تنير الطريق للمؤمن في ذلك اليوم المظلم. ركعتين بس، كل ركعة بعد الحمد 15 مرة سورة الزلزال. وعد من رسول الله قال من صلاها أمن من عذاب القبر، وبعد أمن من أهوال يوم القيامة. احنا ما ندري أهوال يوم القيامة، مو هو الواحد، 50 موقف 70 موقف على اختلاف الروايات، هاي المواقف المهيلة المخوفة يوم القيامة، شلون تتعداهم؟ 10 دقائق الآن اليوم عمل ولا حساب. تعالوا اليوم أقل من هذول اللي ما توفقوا طول الشهر، الباب مو مسدود عليهم، إيجابية المحاولة، حاول بعد، توب مرة ثانية، توب مرة ثالثة، لا تقطع الأمل بالله سبحانه وتعالى، كن صابرا على العبادة. الإنسان الذي عنده إيجابية في المحاولة، احنا لن نكون أقل من بعض الحيوانات، النملة لما شايفين بعض الأوقات تحمل وياها شيء تريد ترفع فوق يطيح من إيدها، حبة القمح تنزل مرة ثانية تشيل من حائط صافي تصعد، الحبة توقع مرة ثالثة مرة رابعة إلى ما توصل نفسها للغدف.